كده بحاول صف الكلمات تعبر عن شخصيتها او تعرف عنها، ما لقيت الا كلمتين اثنين، انسانه وفنانه. هيدي هي الممثله اللبنانيه نادين راسي. صريح؟ صابتين بدهم بلحظه بعدين تزبطي وتكتي وتكتي وينك؟ ولا مره بتكون حاضره ولا مره بتكون جاهزه، دايما 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 مأخره. خير انه ثلاث ساعات منطيني جوا هلا، فرقت معك على دقيقتين؟ طيب تفضلي. ظبط الشعر كله؟ تفضلي. لما شو بده شو؟ تفضلي. اهلا وسهلا. بونسوار. بونسوار. ولا هلو كيف؟ تفضلي تفضلي. لا انه نادين راس، اسم الله عليك يا قمر. شو التأخير؟ تأخير؟ انه قشط شعري ثلاث ساعات قعدت جوا وراح المكياج. دايما حق علينا. لا عم كبر. يعني انه بس انه ما بعرف بكره عندري ولينا شو حيقولوا، بس شوفوا منظر. نادين راسي اهلا وسهلا فيكي بذا شو. اليوم الناس رح يشوفوا نادين راسي جديدة مختلفة تماما عن كل الاطلالات اللي طلعت فيها قبل. يعني مثل ما انت اليوم ببرنامجك عم تكون مختلف بكفي اسمه ذا شو، ما عدنا هدول تبع الضفير. ايه. عرفت اياهم انا مقصره هالمره. بقى المفروض يكون كل شيء مختلف. لا حتبقى الكرسي هون والسسوار وهيك. بالشارع شو عم بقولوا؟ كانت ماشيين تقطع. والله تعبت ثلاث ساعات اللي قاعده جوا، ولا العصر شو فيه؟ عم نحكي مع العالم يا اخي، عيب. والله عيب، ما في احترام. بالشارع شو عم بقولوا لك، لين او نادين؟ يا حبيبي هلا عم يعرضوا الحلقه وقاعده معك انا، ما عندي اللي شو عم بقولوا. ما بهمك، اه هيك مبلش الحلقه. هيك عم بقولوا نادين، نادين ولين بالنسبه لي واحد، بس انا الحمد لله لهلا بكل المسلسلات. هلا شو عم بعثوا لك، مين او نادين؟ هيدا الشي شو؟ هيدا الشي اللي اجى لهون شو؟ وين سكربيني؟ وين سكربيني؟ جيب لي اياها، لبسني اياها هون على السات، اللي اجى نقزني. انت بدك تلبسني نادين؟ يا عدرا فضل. لا بالمرة صدق، ولا ما انت عايش بلبنان ما توخذني، يعني انه تخيل شيء عبوة بدي اياك تروق اعصابي. لا اروع من هيك ما في. ما انا مشان هيك كانت النقزة هيك. تحمل لي ظهري بليز. بدي اياك تروق اعصابك، لأن هلا وقت اللعب. الحمد لله. بقى نلعب. هلا بعد هيدي بدك تلعب بالعربة ان شاء الله. نادين شفتك عم تعمل ميك اب وعم تظبطي جمالك، بقى نبلش نلعب اوكي؟ كيفك بالميك اب؟ اوه هلا طيب رح نشوف هلا اختبار، اول اختبار لك نادين راسي، رح نستعين بصبيه من الصبايا الموجودين معنا بالجمهور، واكيد بدك تغيريها تعمليها ري لوكينج. جايال موجوده معنا، تفضلي جايال لعنا. لمستر جاي تفضلي جايال. 40 ثانيه معك نادين راسي. رو حتى تعمليها ري لوكينج لجايال. تفضلي جايال. لحظة قدام معي وقت؟ دقيقة اعملها ميك اب. كانوا 40 ثانية اعطيتك هلا دقيقة. اوكي. جايال مثل القمر. ها؟ يضل عليك يا جايال. اكيد ما رح نشوفها لجايال على الهواء كيف رح تحولها لنادين راسي، بس بعد شوي رح نشوف. بلش الكاونت داون، بلش الدقيقة. بلش؟ على القليلة فتحوا لي اياهم. يلا. على القليلة. يلا. بعد ما حطيت ايدي على وجهها لجايال. لا معنى. جايال محظوظة كثير ان نادين عم تعمل لك ميك اب، اكيد اكيد احلى ميك اب بتعمل نادين راسي، وهي معروفة فيه، معروفة بالميك اب. نادين جايال حتطلع يا جايال. شو بدك تعمل؟ بلش العد العكسي نادين. شو عكسي مع عكسي؟ روق شوي. انا حيش تجرب عكسي. العكسي شو يا عكسي؟ جايال قمر، قمر مصور طالعة قمر. شو رح تطلع بعد؟ انتبه 20 ثانية، 20 ثانية، 20 ثانية، معك 20 ثانية نادين.
جمهور انا وياكم 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شوهتيها للبنت، شوهتيها، نزعتيها، كانت مثل القمر، كانت مثل القمر. يا حرام جيال عن جد شوهتها؟ ايه لا ما بدي احط لك احمر، اما تبوستك. لا خلص هيك منيح، كثير حلوين. هلا زبطت ديالك يا جيال. ها روعه، يلا كثير حلوين مع شعر هيك. بابا تعملها شعراتها، بتروحي هلا حرام. عدوش دغري. عدوش دغري. ثانك يو جيال، ثانك يو نادين. تفضلي نادين. ثانك يو هاني، ثانك يو. بس ما نسيت انه عم بتشبقوا يعني. فعلا نادين اذا حدا اتكل عليك بالميك اب كارثه، روعه، عجيبه من عجائب دنيا السبع. هلا يعني بشرفك، مش عم تشوف شيء من العجائب هيدي. الناس بتدعي انها بروفيشنال. عجيبه من عجائب الدنيا يعني، انه اسم الله وفوتر. لك طيب. خلص حيضرب شيء بقى؟ بلا هلا خلص، ما في بقى، انا اذيت وهيك خلص، خلصوا، ما بقى في، بوعدك انه ما بقى في. طيب اختبرت اعصابي، اختبرت الميك اب كيف، مع انه بعرف انه ساعه اللي بدك تعمل ميك اب بروفيشنال بتعرف تعمل ميك اب بروفيشنال. بس انا معك دقيقه لانه كان في، مش بس معي دقيقه، ما حطيني برودويت، ما انا مفتحه، عم بخترع من اللي يعني من اوبر، عملت لها حمرة هلا، واكيد عملته بشكل شوي فاني كمان لنكون واضحين. انا بعرف ونحن نقزناك شوي وهيك في، وما عاد عندي ليك. ايه هيدا الشيء اللي اجى لابس هيك شيء ما بعرف من هو. طيب هيدا غوريلا ذا شو، ما بتعرف اي ساعه بيطلع على مين، ما بنعرف. ما مصيبتك انه انا هون بالحلقه، مش عارف وين ما كان، حيتعلموا منا بكره. طيب رح نروح للعبه ثانيه نادين، نحن وياك تيستينج. اكيد بعرف انه خبيره، بتعرفي يعني اذا ذقتي شيء بتعرفي شو عم تاكلي او شو عم تشربي. مفروض لانه انا بطبخ الخير. بتطبخ الحمد لله. انه انا عادة بطبخ بالبيت و اوكي رح اعطيك اكيد هلا. طيب كيف بدي امن لك بعد كل اللي صار؟ لا بدك تامني لي ولا هذا الشيء بتفوت على الجسم يعني؟ نحن بنحبك بهذا الشو كثير، مش هيك واضح؟ بدي غمض لك سكري 400. ليه لونها اورانج؟ ايه؟ ما لانك لابسه زيتي. شفت بما انك لابسه زيتي بحط لك الهاي اورانج. تفضل. عم تقشعي كثير؟ مش عم ما غمضت عيني تما تنزل لي الفوسيل، روح روح ما تنزل لنا الميك اب، بدك ترجع علينا جيال. اوكي اوكي جيال. اوكي. طيب رح بلش انا وياك. حتبلش مين يا بابا؟ ليش انا فيني اوقف؟ نادين. نعم. عم تقشع شيء ما عم تقشع؟ هيك بتعرف النعمة اللي الله عطينا اياها. وينك انت؟ هون انا حبيبي، خليك انت. هيدا انت؟ انا هون، انا هون. انت بدك تذوقني؟ ذوقك. يلا. فيك تمسكيها بايدك اذا بدك. دوقي من اللي دوقي بقى، لازم دوق. ايه شيء سميك كثير. توميتو جوز. توميتو جوز، برافو. برافو نادين. اول كمان ابهار، هي عادة على السيارة دايما بطلبها. اول اختبار مرقته، ثاني شيء مسقع؟ ايه مسقع، بدك سخن؟ شو؟ هذا أطيب شيء، ماي. ماي؟ برافو لك، زقفة كمان عرفتها، خلص. يا أخي عطشاني ولا؟ وأنا كمان. بس هيدا أكيد في شيء ضارب بده ينعمل، أوكي. لا لا ما في. وحياة الله؟ إيه والله، تفضل. دروبي خلصوا، بدي شو ما في. خلاص ما في دروبي. كلمتنا كلمة. وحدة؟ Ça sent pas bon, yani. Ça sent pas. Voilà. Voilà. Yeah. Ça sent pas bon du tout, voilà. Ça m'a doué, t'as fait une chose. Bien tac. Zed. Zed. Zed, Zed, Zaytoun. Zed, Zed. Là, là, mais Zed, Zaytoun. Laisse nous doué, bâche, bâche. Là, 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 là. Attends. Attends, moi. Attends, moi. يلا شي ما بينشرب. طيب يلا يلا عن جد شي ما بينشرب هيدا. زيت سيارة، زيت زيتون. هيدا مي. طيب هلا كيفك مع التفاح؟ لحظة اللي شربت ليه صوص. ايه صوص بلسمك. مزبوط. هلا كيفك مع التفاح؟ أنا بضلني أشرب كل الوقت تفاح. ما تقلي أبل جوز. بدك تعزم.
هيدا زيت. هيدا زيت. برافو زيت. هيدا زيت. اخر واحدة نادين. شو نادين؟ اخر واحدة. يا عذر يا دخيل. يلا. يا رب. اخر واحدة هيدا. شو بينشرب؟ ايه بينشرب. انه بلسم مكسور. شكري طيب. روح بعد ما استطعمت. ليه ما استطعمت؟ بقى تكمل كيس كله كيس الواين. انا بهالوقت باخذ بريك من بعده بنرجع مع نادين راسي. طلعت انت وجوزك شي مره؟ ولا مره؟ عملت عمليه تجميل من شهر؟ من ثلاث اشهر. من ثلاث اشهر؟ رجعنا على الهواء حتى نكمل حلقتنا لليوم مع النجمة اللبنانية نادين الراسي، ومثل ما قلت لكم قبل البريك ما فيها تكون نادين معنا إلا ما ناخذ منها بعض الأسئلة أو بعض الإجابات حتى لو كان بالقوة. مشان هيك نادين رح أعطيك هيدا بالقوة شي مرة ولا مرة. ممنوع تحكي ولا كلمة إلا شي مرة ولا مرة. بالإشارات بدنا نحكي. أسئلة رح أطرحهم عليك. طيب بركي بدي برر شي مرة. ممنوع تبرير. ممنوع. تفضلي. والله شو اوكي. طب هيك بتجبرني كذب اذا ما بدي برر، لانه ممكن يكون مره مثلا شي مره لانه شي باخر البارتي بتبرري. خليك تبرري سؤال. سؤال واحد. اوكي. نادين راسي، ندمت انك ظهرت بفستان مفتوح على الصدر؟ هي شو هي؟ هي ما فهمناها. بتكون اول شي مره او ولا مره؟ ولا مره ندمت؟ لا. اوكي. ممنوع تحكي. اوكي. طيب سؤال تاني. ممنوع تحكي. طلعت انت وجوزك؟ فهمان اللعبة غلط يمكن؟ شي مرة؟ ولا مرة؟ انت ممنوع تحكي. سمرة تفوق على قصة حب؟ ما بينرد بهول. بهول. شي مرة او ولا مرة؟ ولا مرة. اوكي. كارمن لبوس توفقت بأرب كاستينج؟ شي مرة؟ توفقت فيها؟ اوكي. حسي حالي خرصة خيي. ما فيني انا بدي جق. ما فيك تجق. هلا بعد شوي بتجق. ذبحني. اوكي. أي. ندمتي على مسلسل فرصة عيد؟ ولا مرة ندمتي؟ انا بعرف انه ندمتي. لا. لأنه ما نجح. بعرف انه ما نجح. هو كثير نجح وكثير انحضر وانحضر بالإعادة، بس يمكن مش قد تطلعاته، مش ما كنت ما مش مثل ما كنت متوقعة أكيد. بس هو نجح. لا ما في اندم عليه. اوكي. عملتي عملية تجميل من شهر؟ بوتوكس. شي مرة. من شهرين غيرت سنين. من ثلاث اشهر. من ثلاث اشهر ليزر. شو بعرفني؟ الشهر الجاي ما بعرف. بركي ليفتنج. نادين بدي منك سؤال من الاسئلة. خلصنا. خلص 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 ما تضربين. خلصنا. بدي سؤال بري. شو هيدي؟ شي مرة ولا مرة ولا مرة شي مرة شي مرة ولا مرة شو هي؟ شو بدي برر؟ طلعتي انت وجيسكار؟ ها؟ طلعتي انت وجيسكار؟ لا. ما طلقته؟ بعد ولا مرة. حكيتي له ولا مرة ولا مرة شي مرة. بعد ولا مرة. ممكن يكون في شي مرة؟ ما في شي بعيد. الحياة انسان بده يكون منفتح على كل شيء. في مشاكل ما فينا نعرف بكره شو في. في مشاكل انت وياه؟ مثل كل اثنين بيكون في عندهم مشاكل بحياتهم يعني عادي. في ايام في مشاكل، في ايام ما في. طيب ولادك عندهم شيء مواهب؟ بغنوا بيرقصوا؟ ولادي لا. ايربورد يعني بيانو. يعني عندك كمان ايربورد؟ بحب البيانو. ايه بتعملي ايربورد كمان؟ بحاول مرات، بس انه شاطحة لي كم شاطحة انها بلاها. طيب نادين انا وياك رح نستقبل اربعة اولاد ولا اهضم من هيك. ميشيل، جوزيف، مارك ونيكولا داغر بفقرة اتس شو تايم حتى نسمعهم عم بيعزفوا ويغنوا. اخوة. تفضلوا اخوة. Yeah.
نادين نحن وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. طبعا نشكر حضورك معنا. في عندي بعد سؤال خليكي بعد في عندي سؤال شي مرة ولا مرة ما حقفل ما في مجال. هدي 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 سرقتي ماي حداد من حدا ولا شي مرة ولا مرة شي مرة ماشي. شكرا لحسن المتابعة ملتقينا لله الأسبوع المقبل بنفس الوقت. إلى اللقاء. باي باي.